قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهنا في هذا الموضع ذكر ثلاث عبادات من العبادات القلبية العظيمة: الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة ففيها معنى المحبة، ولكن يزيد عليها الميل إلى الشيء. فليست الرغبة فقط محبة الشيء، بل والرغبة فيه الميل إليه. فقد يحب الشيء ولا يكون له رغبة فيه وميل، فالرغبة تزيد على المحبة بالميل، فهي محبة وزيادة، وهي أمر قلبي، وهي من العبادات القلبية التي ينبغي إفراد الله عز وجل بها دون غيره. وأما الرهبة فهي أيضا تتضمن معنى الخوف، ولكن يزيد عنه بظهور أثر ذلك على ماذا؟ على البدن، بظهور أثر ذلك على البدن، فهو خوف وزيادة ظهور أثره على البدن. ويقال في الرهبة ما يقال في الرغبة أيضا، فالرهبة إنما تكون من الله، قال جل وعلا وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. فالرهبة فيها خوف، وقد سبق ذكر الخوف، وشيء معه وهو ظهور ذلك الأثر على الجسم مع الفرار. وأما الخشوع فهو من العبادات كذلك العظيمة الجليلة، وهو خوف مع ظهور أثره على الأعضاء وعلى الجسم. لهذا جاء في أذكار الركوع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. وجاء أيضا في الآيات الأمر بالخشوع في الصلاة ومدح المؤمنين الخاشعين في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع خوف مع ظهور أثره على الجسم، فيكون في الجسم آثار الخوف من الله، آثار السكينة والوقار والطمأنينة والتطامن والانقياد والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من كان خاشعا لله جل وعلا لا تكبر ولا تعظم عليه الصلاة، بل يأتي بها على ما وصف الله عز وجل، صفى الله وأمر بها. فكذلك الخشوع إنما يكون لله عز وجل دون غيره. وهذه العبادات لترابطها وتلازمها جمعت في هذه الآية. فالرغبة لا تنفرد عن الرهبة، لأنه إذا وجدت الرغبة لحالها فيخشى من ذلك ما يسميه العلماء بالإرجاء، وهو الطمع في رحمة الله دون ملاحظة جانب الخوف، فهذا ينشئ في الإنسان ماذا؟ التساهل في ترك الأوامر واجتناب وفعل النواهي، وقد يرجح جانب الرغبة والطمع والرجاء فيقع في ماذا؟ في التساهل في ترك الدين وتعاليمه، وهذا مذهب أهل الإرجاء. والرهبة أيضا إذا رجحها قد يدخل عليه اليأس والقنوط،
فييأس من رحمة الله ويقنط ويرى أنه لا ينجو بين يدي الله لعظيم قوته وقدرته وجبروته وكبريائه وشدة انتقامه، فيجنب جانب الرهبة فيقع في اليأس والقنوط، فيجمع بينهما بين الرغبة والرهبة، يرغب فيما عند الله لسعة رحمته، ويرهب مما عند الله لشدة نقمته وشدة عذابه. ولهذا جمع الله عز وجل بين اسمين من اسمائه اللذين من آثارهما الرغبة والرهبة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي الآية الأخرى: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. ففي موضع جاء باللام تفيد التأكيد في العفو في المغفرة والرحمة، وفي موضع جاء بلام التوكيد فيهما. شديد العقاب فارهبوه، وغفور الرحيم فارغبوا فيما عنده. فآثار من آثار هذين الاسمين هاتين العبادتين. ووجه ذكر واقتران الخشوع معهما لأن من أثر الرغبة والرهبة أن يظهر ذلك على الجسم، فيقال فلان خاشع، تراه في جسمه وفي مشيته وفي كلامه وفي معاملاته يظهر خشوعه لله عز وجل. هذه عبادات عظيمة، وهي من شأن الأنبياء. قال تعالى في آل زكريا: إنهم كانوا، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا فيه أمر بالمسارعة في الخيرات، إذا رأيت الخير أو وجدت فرصة لفعله سارع ولا تنتظر أحدا وبادر. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عند المتقين. فالمسلم مأمور بالمبادرة والمسارعة في الخيرات. ويدعوننا، أي أن دعاءهم حال كونهم راهبين خاشعين. ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا طمعا فيما عند الله من النعيم، ورهبا فيما عنده من العذاب والجحيم. ذلك لأن الإنسان وإن كان مقبلا على طاعة الله فهو مقصر، فهو يطمع بما يعمل من الصالحات في رحمة الله ويرجو ما عند الله، ولكن في نفس الوقت يعترف بما عنده من التقصير، فيكون فيه جانب الرهبة. ولهذا قال العلماء: ما من عبادة تفعلها إلا وينبغي أن تجمع بين الخوف والرجاء وأن تخرج منها. يعني في صلاتك وأنت تشهد التشهد الأخير وأنت مقبل على التسليم تكون ماذا؟ جامعا، فترجو أجر هذه الصلاة لكن تخاف ما قصرت، يعني ذهب ذهنك وانشغل بالك في الصلاة، لم تتبع الآيات، لم تأتي بالنية على كمالها وتمامها، لم تستحضر معاني الآيات، لم تتدبر فيها. هذا يقع للجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بذلك، وأن الشيطان إذا وقفت في الصلاة جاء فيحول بينك وبين الصلاة، ويقول لكل شيء لم تذكره من قبل: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. فإنهم كانوا يدعوننا، وهذا فيه الإشارة أيضا أن مما ينبغي أن يلازم الدعاء من الصفات والآداب الرغبة والرهبة. تدعو الله وعباد من عبادة قلبية سبقت، وأنت راغب وراهب. وكانوا لنا خاشعين، يدعونا رغبة ورهبة، وكانوا لنا خاشعين. الخشوع لله خوف مع ظهور الخوف على الجسم، تظهر آثاره. نعم. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الخشية هذه الآية. الخشية أيضا خوف، لكن خوف الخشية
منبنين على علم. هذا وجه الفارق. فعندنا خوف ورهبة وخشوع وخشية. فرقوا بما ذكرته من ضوابط. الخشية مبناها العلم، والخشية محلها القلب، وآثارها تأتي لا شك، لكن فرق بينها وبين الخشوع، كون الخشوع يوصف به العضو. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. وأما الخشية فمبناها خوف منبن على علم، ولهذا خصها الله بمن؟ بالعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قالوا من العالم الذي يخشى الله. إنما العلم الخشية. لماذا؟ لأنه إذا خشيت الله جل وعلا كان ذاك العلم الذي تعلمه يسري في بدنك، ملازم ملاصق لك. ولهذا ماذا قال جل وعلا في الذي أوتي الآية سلخ منها؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما هو السلخ؟ السلخ يطلق على ماذا؟ على إزالة الجلد من الذات، من يعني الأضحية أو من المذبوح. سلخه يعني نزعه بماذا؟ بشدة، ملاصق. فهذا الرجل الذي نقم منه أنه أوتي علما من الكتاب فسار فيه سريان ولصوق الجلد بصاحبه، لكنه انسلخ من هذا العلم عياذا بالله. فالعلم الخشية. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الولي، من هو الولي؟ قال كلمة جميلة في السير: الولي هو الذي كثر علمه ولزم العمل، أو لزم العلم والعمل. هذا هو الولي الذي لزم العلم والعمل، ليس كثر علمه ولزمه فقط، ولا من لزم العمل وكثر فقط، بل العلم والعمل. لأنه إذا كثر العلم ولا عمل فهذا أشبه ما يكون باليهود، وإذا كان عمل لكن لا ينبني على علم فهذا أشبه ما يكون بالنصارى. اليهود يعلمون ولا يعملون، ولهذا قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وفي آيات ذكرت في سياقهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي النصارى وصفهم بالضلال، وأنهم يعملون ما لم يشرع، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. فالعلم الخاشية. والولي من كثر علمه ولازم العلم وكثر عمله ولازم العمل واشتهر بالعمل أو كثر العمل، هذا هو الولي. ودليل خشية: فلا تخشوهم واخشون. وفي آية أخرى: واخشوني. نعم. فلا تخشوهم واخشون، وفي الآية الأخرى: واخشوني، بإثبات الياء الزائدة. نعم، هذه هي الخشية. نعم. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن الخشية مبناها العلم. فالأصل أن يزيدك العلم عملا، كلما زادك العلم عملا فأنت تقوى وتزداد خشية. لكن إذا ازداد العلم ولم يزدد العمل أو نقص العمل فهنا فيه شيء ناقص، يحتاج أن يراجع العبد الإنسان نفسه، يحتاج أن يراجع نفسه. نعم. ولهذا فمن آثار ومن أسباب تقوية الخشية ماذا؟ العلم. وأعظم العلم العلم بالله عز وجل، أعظم العلم العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته. وإذا أردتم دليلا على ذلك فأقوى دليل، أفضل آيات وسور القرآن ما هي؟ التي تتضمن ماذا؟ التوحيد. أفضل سورة الفاتحة، وقد تضمنت جميع أنواع التوحيد،
وأفضل والإخلاص تعدل ثلث القرآن وقد تضمن التوحيد، والكافرون من قرأها بريء من الشرك وتضمن التوحيد، وأفضل آية آية الكرسي وقد تضمن التوحيد، كلها أفضل ما في القرآن وجيء في أنه فاضل وأفضل وفي أجر وثواب التوحيد، أواخر البقرة التوحيد، أواخر آل عمران التوحيد، وهكذا. نعم، فأفضل العلم العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أن تبحث أسماء الله عز وجل وأن تحفظها وأن تفهمها وأن تشرحها، تعرف معانيها، تعرف مواضيعها، كيف وردت في القرآن الكريم، سياقاتها، معانيها وتداخلها، ما هو آثارها السلوكية، وكيف العمل بهذه الأسماء، هذا كله يقربك إلى الله ويزيدك خشية. نعم، ودليله إنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم. نقف عند هذا، الإنابة غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.